الوقفه النهارده بتعبر عن ايه؟ اظن من يرى هؤلاء العلماء جميعا جاءوا ليعبروا عن وطنيه خالصه، وعن انهم استعادوا الزمام مره اخرى من ايدي المتشددين والمغالين والمتطرفين. جاءوا ليعبروا عن تضامنهم الكامل مع اخوانهم واشقائهم من ابناء القوات المسلحه وابناء الشرطه. جاء الائمه ليعلنوا عن تضامنهم مع اشقائهم من ابناء الجيش والشرطه، ليقولوا نحن جميعا فداء لهذا الوطن، ويقولوا وداعا للتشدد والتطرف والغلو.